بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايلكم النهارده هنعمل رخامه المطبخ بالاستيكر ده اهو. الرخامه دي بقالها 10 سنين وزياده. انتوا عارفين الرخامه الصفراء بتبقع كده مهما تغسليها، فانا ايدي فيها على طول وعلى طول منضفاها، لكن اللي بيسيبها بتبقى اكتر من كده واوحش من كده. فبرضو كان زهقت من شكلها وقلت بقى اما اغير فيها شوية، فجبت الاستيكر ده فهنلزقه مع بعض. يلا بينا بقى نلزقه مع بعض. اهي يا حبايبي، انا شلت كده الطرف اهو وتنيته، تنيت من تحت الورقة. هبدأ بقى ان انا ايه احطها على حرف الرخامة. طبعا بتسيبي هنا هنا حوالي سنتي علشان تتنيه على حرف الرخامة من تحت اهو، تتنيه كده وتبدأي تفرغي الهواء. ولو التنت معاكي، انا عملتها والتنت معاكي كده، لازم تفك يعني ايه ترفعي وتفرغي الهواء بأي حاجة. هاي يا حبايبي ظبطتها معاك اهو. هنبدأ بقى نسحب من اللي تحت دي كده اهو، ونمسك من هنا ونشد كده، وابدأ بقى بالاسفنجة اللي معايا دي كده اسحب كده. اي حاجة بتحصل تفكيها وتظبطيها. تعملي الحرف ده كمان اهو، حرف الرخامة، عشان يبقى الشكل مش باين من الرخامة الصفرة حاجة. هنشد كمان شوية الورقة اللي تحت، ايدينا تحت كده ونشد كده وهي هتسحب معايا. اي حاجه تتني معاكي، هي لازم كل ما هتعمليها هتتني معاكي وهتبداي ترفعي وتظبطي، عشان هي فيها لزق، فاول ما بتتحط بتاخد وضع معين. اهي يا حبايبي اهي، انا عملت معاكم عملت الحته دي نهائيا، كانت طبعا بتيجي هنا كده وبتتني، بس انا بقى بعدلها. كل ما تيجي تتني تشيلي فوق كده وارجع تاني وارجع اظبط وارجع امسح كده بايديا واسحب من تحت وشد ومسح كده. لازم نطلع فراغات الهواء اللي هي تحتها، هكملها بقى وارجع لكم. هيا حبايبي وصلنا بقى للاخر اهو. هنبدأ بقى نقص الحتة اللي هي زايدة دي اهو، وصلنا لاخر الرخامة. هنقصها بقى بالمقص طبعا، هنقص بزيادة عنها شوية عشان ما تجيش تبوظ مننا. ناخد بالنا واحنا بنقص عشان هي رقيقة جدا وبتتقطع بسرعة. اهي يعني هي الرخامة، شوفوا سايبة انا زيادة اهو، ما يكون زيادة احسن، اشد الرخامة شوية واتنيها تحتها احسن ما تكون قصيرة. يا حبايبي قطعت بقى دولي 3 شرايط من مقاس دولي كده اهو، انا زودت طبعا علشان يبقى حرف الرخامة من هنا متني برضك من هنا كده، فهبدأ بقى الزقهم. يا حبايبي هنبدأ بقى نلزق الحتة دي. طبعا لازم تاخدوا بالكو علشان الحتة دي اصعب حتة، علشان توفقيها مع بعض والطرف ده يدخل مع الطرف ده. لا لازم نجيب الطرف على الطرف علشان مفيش مية تدخل او اي حاجة اهو.
نبدأ نسحب كده واحدة واحدة، ما نسحبهاش كلها، نلزق نلزق الأول ورا علشان نخلص من حتة حتة. طبعا لو فيها حاجة مش مظبوطة بنشيلها وبنظبطها تاني. هي حبايبي انا معرفتش اعملها الاتنين مع بعض علشان الزاوية بتاعتها ما ظبطتش، فاحنا بنعملها بقى الحتة الجزء ده لوحده، وهنعمل الجزء ده لوحده علشان المقاس يظبط، وعلشان اللفة دي كده بتبوظ اللزق معانا، فلازم أن يبقى فيه فاصل داخل هنا كده، فبنلزقها هو ندخلها. هكملها بقى لاخر رخامه وارجع لكم كده يا حبايبي. خلاص اهون عملنا الحته اللي ورا هنا اهي، وده شكل الرخامه في الاخر. عايزاكم تقولوا لي رايكم في التعليقات، ايه رايكم فيها وفي لونها وفي طريقه تركيبها. هغسل بقى الحاجات اللي كانت على الرخامه كلها في الحوض وارصها، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب كده على خير باذن الله. متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.